ما عرفتش واش ابليس باقي حي، هذا اللي رفض يسجد الاذان، واش باقي حي ولا مات؟ بقى غير الذريه ديالو. ما سولتوش عليه، سولوا الشيوخ واش ابليس اللي رفض يسجد لسيدنا ادم واش باقي حي، سولوهم واش، ما عرفتش واش حضروا ليه الموت ديالو وكلوا الكسكس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طيب نزيدوا نسمعوا تفسير شيوخنا الأفاضل، لأنه قال اسألوا شيوخكم وباستهزاء، مش مشكل، المهم أننا أسكتناك بفضل الله تعالى. لكن بعض أتباعك مازالوا على الخط، منكر السنة وأشباههم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين، والدين بمعنى الجزاء. ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب إبليس ودعائه، لكن لا إلى يوم يبعثون بل يوم الوقت المعلوم. ويوم الوقت المعلوم هو يوم موت الناس، يوم ينفخ في الصور فيصعقون جميعا. ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله، حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم في قوله بعزاتك. رحم الله شيخنا ابن عثيمين. الأمريكيين ليست دولة مسلمة، ولا شريعة ولا شرع ولا عقيدة عندها، ولكن عندها قانون. هاد الأمريكيين ليست دولة مسلمة، ولا شريعة ولا شرع ولا عقيدة عندها، ولكن عندها قانون. في الأخير نقول عندنا عقيدة ومسلمين، وإحنا فضلنا الحمد لله اللي خلقنا مسلمين، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، ودخلنا للجنة، دخلنا للجنة، راح نسكننا في صافي، راح يعني عندنا البطاقة باش غادي ندخلوا للجنة. لا تستغربوا من هذا الكلام، لأن هناك عدد كبير من أمثال الفيد على اختلاف اعتقادهم لا يمارسون الدعوة إلى الإسلام بالرغبة في التقرب إلى الله وخشية الله يوم يسألون عما كانوا يفعلون ويخفون. لا هم يمارسون الدعوة باستمرار من أجل حالة نفسية دفينة في قلوبهم أو حالة مادية، لذا يلجؤون إلى تلك العاطفة بكاء التماسيح من أجل استعطاف المخالفين لديننا الحنيف، من أجل المال، أو من أجل تزيين منهجهم الضعيف، لذا يلجؤون إلى بكاء التماسيح. وهي استراتيجية قوية حقيقة، ينتمي إليها عدد كبير من النساء وأشباه النساء كذلك، حيث يقولون نحن ننشر الإسلام بالرحمة والمودة، لكن الله يفضحهم. نستمع إلى هذه الحالة، أرجو من الله أن يهدي الأستاذ مجيد، لأن حالته ليس سهلة. كما قلت، الحالة النفسانية تحتاج إلى طبيب نفسي أولا. نستمع. تستطيع أن أنت تتقدم، لابد أن أنت تحدد أنت إيه، أنت إيه. إحنا عندنا مصايب سودة، لابد ان احنا نعرف ان احنا عندنا مصايب سودة ونحاول نصلحها، تمام؟ لكن طول ما احنا حلوين وجمال وعسل وسكر. من قال هذا؟ من قال حبيب. هذا استاذ ماجد، من قال يا استاذ ماجد؟ انا لم اقول اننا حلوين افضل بكثير من يعني في 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 كل مجالات، لا، ولكن قلت أننا نحن أفضل في الإنسانية والحمد لله من الغرب. هذا ما قلته، وهذا ما يقوله أغلب العلماء أهل السنة. قل لك نحن أفضل منهم في الإنسانية، ولكن عندنا ضعف. وأنا أرجو، تفضل. وأنا قلت لك أرجو أن كلامك يكون مظبوط، أرجو. ولكن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ربيع، كيف الحال؟ حياكم الله جميعا. ازيك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير والله. مالك يا عم، انت معصب ليه؟ معصب قوي، وقرست الأخ سعيد قوي. والله ولا معصب ولا حاجة، انا زي الفل والله. الأخ سعيد مثال جميل للإنسانية يا أخي، وراجل ملتزم بدينه، قابض على دينه وبيحترم دينه، ودينه بيحضه على كل شيء فيه إنسانية. ليه زعلان منه؟ وليه يا أخي أنت بتتعرض لأفعال أشخاص عشان تعممها على الجميع؟ ده صح يا أستاذ محمد؟ ما احنا قلنا التعميم غلط يا أخي، مغالطة منطقية زي ما بتقولون. إيه اللي مش عاجبك في الدنيا يا أستاذ محمد؟ مش عاجبني في الدين؟ مش عاجبني ايه اللي مش عاجبك في الدنيا؟
ايه اللي مش عاجبك في العرب المسلمين؟ ايه اللي مش عاجبك في الاسلام يا استاذ محمد؟ لا، اني مش عاجبني في الاسلام غلط، الاسلام فوق دماغنا من فوق، نتمنى ان الناس تبقى مسلمه فعلا. يعني انت الاسلام شايف على ان جنب ما لناش دعوه المسلمين مش بالاسلام. ملتزمين بدينهم يا استاذ محمد؟ شايف ان المسلمين متخلين عن دينهم يا استاذ محمد؟ وان الغرب في تخليه عن دينه بصراحه برضه افضل من المسلمين يا استاذ محمد؟ انت سامعني؟ والله انا شايف ان المسلمين ثلاث ارباعهم متخليين عن دينهم، وان انت بيحاول قابض يطبق على دينه دينك يا استاذ محمد؟ انت طبعا ملتزم بكل ما الحمد في لله، دينك يا استاذ محمد؟ انا عايز اتمنى اتبع ذلك انسان وارجو من كامل. الله ذلك. هل انت ما انسان انا كامل بقول يا لك استاذ انا ارجو، محمد؟ مالكش مفيش عيوبك يا انسان استاذ كامل محمد؟ مفيش انسان كامل الا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يا اخي ولكن ارحم احنا ضعف بنحاول الناس يا اخي، ارحم ضعف يا الناس. اخي. انت بتتكلم في اساسيات الدين، انت بتتكلم في بديهيات الدين، انت بتتكلم ان الرحمه دي هي اللي اتى بها الدين. فين الرحمه اللي اتى بها الدين؟ ان هي اساس طيب ومن الدين نفسه الرحمة اللي فين؟ أتى بها الدين يا أستاذ محمد إن أنت تكفر ميت؟ لا طبعا لا اكفر ميت ابدا. ما بينك إيه وما بين الشيخ أبو ابن عثيمين عشان تقول عليه إن هو مجسم؟ إذا كان ما بيقولش على نفسه إن انا هو قلت ان هو مجسم، مجسم، هو ليه بيكلمني تفتري عليه؟ ده هو حلقة بيتبرع إمبارح، ده حلقة إمبارح يا يا عم. أخي. انت اصلا حلقه امبارح الراجل يا عم ماشي، هو الراجل بيتكلم سأل سؤال. ليه بص تصف يعني الراجل ان هو مجسم المساله يا استاذ بتتاخد محمد؟ اوت بيت ليه يا ما استاذ، عندكش اي تقوى حد لله بيقول لك مع شخص ميت يا استاذ محمد وانت بتحاسب الاحياء؟ ما تحاسب نفسك الاول يا استاذ لا حول محمد. ولا قوه. أو يا عمي انت اصلا معلش انت فاهم الكلام غلط. الراجل سأل سؤال بيقول ايه رأيك في ان بيقول ان اصبعين حقيقيين موجودين في قلب كل مؤمن لله سبحانه وتعالى، قال لك تمام؟ ابن عثيمين الاول وانت قال قلت ايه؟ له مجسم. ارجع لحلقتك يا طب بيه، انت حضرتك بقالك كام يا حلقه عمي كده ماشي، عندك وهو الاصمعي ابن، اللي وانا هو قلت معتزلي وليس معتزلي؟ سامعني؟ اللي هو الاصنام معتزلي مش وبيدعي انه معتزله. سلفي. وعندك يزبك اللي هو عجل بعلبك اللي بيسيء للسلفيين ودماغه ان هو عداوه شخصيه مع محمد بن شمس الدين وانت بتنصره في هذا. مالك يا اخي؟ ما تقدم حاجه مفيده يا استاذ محمد. مالك انت أنا كل بهذه اللي بقدمه العداوات مفيد، وهذه الشخصنات؟ كل اللي بقدمه مفيد، نعم؟ كل اللي بقدمه مفيد. اللي انا مش شايفه غير صداقتك مع تنحريب ومحبتك انت وعاشور سلوى الخمرجي اللي بيجي يسكر على قناتك ومعاداة المسلمين وانتقاص المسلمين. ده اللي طالما انا انت شايفه شايف منك كده يا خلاص، استاذ محمد، وشايف جزاك ان الله انت، انا خير، ما شكرا اعرفش انت بقيت كده ازاي؟ ايه اللي شكرا حولك يا كده باشا. يا اخي؟ حولني لايه؟ ايه اللي غيرك؟ انا ولا حولت ولا شيء، ولا اتغيرت ولا شيء، انت شايف كده لماذا نجد خلاص. منك موادعة انا مش عاجب لأهل لك الكفر في كلامي، ولا نجد يعلم منك كل هذه شخص. الموادعة وهذا الفهم لأهل الإسلام، أئمة أهل الإسلام؟ هو أنت ليه الدعاة شتموك ليه يا أستاذ محمد؟ اللي شتمك كان ماسك عليك حكاية أحمد عبده ماهر. أنت يا أستاذ محمد في حاجة غلط، في حاجة غلط يا أستاذ محمد. أنت بتحاسب ناس، بتحاسبهم أكتر من اللازم، وناس تانية بتودعهم أكتر من اللازم. إيه المعيار؟ بتقول الإنسانية يا أخي. أليس يدعو دينك إلى الإنسانية أولا يا أخي؟ مجد الغرب يا أستاذ محمد، مجد الغرب، واهضم حق العرب، واهضم إنسانية العرب براحتك يا أستاذ محمد. عايز توصل ليه يا أستاذ محمد؟ والله انا سايبك تطلع كل اللي عندك كله وانا ساكت اهو، يا عم كل اللي عندك. سؤال وجاوب، عايز توصل لإيه؟ أنت انا عايز والله توصل عاوز لإيه؟ ان الناس تبقى مسلمين، عاوز الناس تبقى مسلمين زي اسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان بس مش عايز المسلمين حاجة تاني. مجسمة عندك يا أستاذ محمد،
يا اخي كل من يقول كل من يقول إن يعني انت مؤمن ان سبعين ربنا عندك في قلبك؟ انت أنا مؤمن بكده؟ ان ده حديث شريف للرسول وحديث صحيح. انا مؤمن ان ده حديث معناه ايه؟ معناه ايه؟ الصلاه والسلام على سبيل الحقيقه، على سبيل يا عم احنا مؤمنين ان هو حديث عن الرسول، هو احنا قلنا حديث عن مين؟ انت مؤمن ان ايدين ربنا دلوقتي سبعين من ايد ربنا في قلبك؟ خلاص انا من هذا إيه يعني ولا عصيمين مقدس ان لله اصابع ومن عصيمين صلى الله عليه وسلم وليس كمثله شيء. خلاص بقى براحتك يا استاذ محمد. خلاص يعني سبعين من اصابع، يعني سبعين من اصابع ربنا دلوقتي في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل بني ادم موجود على سبيل الحقيقه وليس على سبيل المجاز. انت ده ايمانك يا عم. اسمع كلامي، اسمع كلامي اللي انا بقوله وما تقولش على لساني كلام تاني. من هذا الحديث أنا أثبت أن لله أصابع كما أثبتها لنفسه، وهو ليس كمثله شيء، ليس شبها للبشر. هل وصلت يا أستاذ محمد؟ وصلتك؟ ماليش دعوة بتقول حقيقي ولا مجازي ولا زي الكلام اللي بيسوقه أحمد كريمة ويعني يتهم السلفيين بما يتهم. ما تعومش على موجة حد يا أستاذ محمد. يا عمي شكرا للنصيحة، قول كل اللي عندك وانا ساكت اهو بس. لا انا يا رب يا رب يا رب يوصل لك يا استاذ محمد، يا رب تكون فهمتني. انت دخلت بيتي قبل كده وكلنا مع بعض، يا رب تكون فاهم ان انا عايز مصلحتك وعايز افوقك يا رب.